امتداد. طيب إنا أعطيناك الكوثر. طيب خطاب للرسول، أعطيناك الخير الكثير غير المنقطع المستمر دنيويا وأخرويا، شو في المقابل علينا نفعل؟ فصلي لربك وانحر. احنا بنعرف قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. شوف قل إن صلاتي، لأنه في بعض العلماء ذهب إنه نسكي يعني اللي هي عملية إيش الأضحية والنسك اللي بيقدمها الإنسان في الحج وفي العمرة، هذه من بعض المعاني الضيقة لنسكي، وإن كانت هي النسك بشكل عام كل العبادة. ماشي، قل إن صلاتي ونسكي لله. لاحظوا لله، فصلي لي لمين؟ لربك. إذن لما بتصلي لمين صلاتك؟ لربك. طب المشركين كانوا يصلون ولا ما كانوش؟ المشركين الكفار كانوا يصلون بدليل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، كان في صلاة. كانوا يحجوا ولا ما كانوش؟ كانوا يحجوا. كانوا يذبحوا الأضاحي ولا ما كانوش؟ ما هو أسع قصة عبد الله، قصة عبد المطلب وذبحوا نذر أن يذبح واحد من ولادته إذا صاروا عشرة، وجت قصة عبد الله وقضية الإبل، وفي الأخير عشرة عشرة حتى صارت مية، القصة اللي بتعرفوها. فكانوا حتى في موضوع الأضاحي كانوا بس كانوا هم يقدموا الأضاحي وين؟ وين كانوا يقدموا أضاحي؟ وما ذبح على النصب، كانوا يذبحوا وما ذبح على النصب وتقدم للآلهة وبتفاصيل. إذا ما نظن الكفار ما كانش في عندهم دين، لا، هو إسماعيل عليه السلام قبل محمد، أقصد قبل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ب2400 سنة، رسالة إسماعيل، إسماعيل عليه السلام كانت مجتاحة الجزيرة العربية كلها. آخر 400 سنة بدأ الانحراف، يعني العرب تقريبا قعدوا 2000 سنة على الدين الحق. طبعا على الدين الحق وبتبدأ تدخل إيش؟ تدخل زي ما إحنا كمسلمين 1400 سنة، وصار يدخل لنا في الدين أمور مش منها، بس من حكمة الخالق إنه هذا الدين له خصوصية ما يلي: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها، هاي واحد بشك. إن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون، فطالما الأصول محفوظة إذا بإمكاننا في أي لحظة نرجع ونشوف إيش الدخيل، وين دخلنا، وين كذا، وتم إيش. إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ويبينه هون الصح هون الغلط هون. فالناس في كل العصور بتحرف بما فيه نحن، بما فيه نحن. كم مرة كنا نستخدم أحاديث بعدين نكتشف إنها موضوعة بشك، نكتشف إنها كان هون على هذا المنبر القديم الأحمر كان مكتوب الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. مش صحيح. طب دخلنا إحنا في كثير شغلات ندخلها. بس ميزة الإسلام إنه أولا أصوله محفوظة، تعهد رباني بحفظه، تعهد رباني يبعث على رأس كل 100 عام. ليش على رأس 100 عام؟ مشان يتجدد على مستوى العام، المية كلها لهذه الأمة من يجدد دينها. إيش دخلنا في هذه القضية؟ إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. صلي لربك وانحر لربك. إذا صليت تكون صلاتك لمين؟ لربك. وإذا نحرت تكون نحرك لمين؟ لربك. إذن هي المسألة، المقصود إنه في المجتمعات الشركية كان يتم الصلاة، نيجي نسألهم أنتوا ليش تعبدوا الأصنام؟ شو كانوا يجاوبونا؟ وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. وديروا بالكم البشر عمرها ما عبدت كائنات صماء. هم لما كانوا يعبدوا الأصنام، لأنها الأصنام ترمز
إلى قادة ماتوا أو يعني ناس محترمين في المجتمع كانوا يموتوا مع الأيام يصير تقديس. لذلك لاحظوا شو استخدم القرآن، قال وما نعبدهم، لأنه العبادة مش للصنم، هم لأنه استخدام نعبدهم هذه للعاقل مش نعبدها. لو أنه بده يقول غير العاقل أنهم بيعبدوا الأصنام كان قال وما نعبدها، لا هم بيعبدوا الصنم، بيعبدوا الصنم، ولكن هم فاهمين أنه هذا الصنم بيرمز للبطل الفلاني أو القائد الفلاني الزعيم الفيلسوف الفلاني مع الأيام يعني. وبالتالي أخطر شيء ديروا بالكم، أخطر شيء تقديس البشر، وبذرة الوثنية في تقديس البشر موجودة، ولولا أنتم مسلمين والإسلام بردكم، ولا بتلاحظوا أنه في اتجاهات نحو تقديس البشر، وفي فلسفات صارت تنوضع ومناهج لتقديس القادة والعظماء والتفاصيل هاي كلها الوثنيات في الإنسان بذرة الوثنية، بإمكان بنحرف إمكانية الانحراف. ولو كثير نفحص بعض المسائل ممكن الانقياد والتابعية اليوم هي نوع من العبادة، الانقياد والتابعية نوع من العبادة للفرد، للفرد اللي بيصفي عند بعض الناس فوق الآلهة. أنا مرة واحد قال لي فلان بقى على يعني فلان هذا يعني له تأييد كاسح في العالم العربي، قال لي فلان يعني شو أحسن، شو محمد أحسن منه في شو؟ شوفوا هاي البداية، بداية التأليه. وفي ناس بيقول لك بنموت من أجله، من أجله ولا في سبيل الله. فموجود عند البشر بذرة الوثنية، ديروا بالكم. لذلك في تركيز هون كله لربك. طب ليش قال صلي وانحر؟ طب ليش صلاة؟ معروف لدينا انه اهم ركن من اركان الاسلام ايش هو؟ الصلاة. مش اهم ركن الصلاة؟ واكبر ركن له تأثير في حياتك الصلاة، لانه لاحظوا احنا بنأديها الصلاة اقل شيء 5 مرات اقل شيء، لانه في عندنا نوافل وفي عندنا قيام ليل وفي مشك، اقل شيء 5 مرات، فهي تأثيرها يومي. وان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف بتنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذه لازم يبحث عن كيف، لكن ملحوظ في حياة البشر انه إلها دور تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب ما في ناس ما نهتهمش، هذا مش موضوعنا الان، تفاصيل. الصلاة اخذ اكبر شيء في حياة البشر، فصلي. اذا بدك تصلي صلاة لمين؟ لربك. لاحظوا يعني شو، ليش لربك؟ يعني الذي خلق ورزق ووهب، مش هيك سبق قلنا الرازق الواهب المربي اللي بينزل رسالاته برب عباده، زي لما قلنا قل اعوذ برب الفلق، وبعدين في السورة هناك قل اعوذ برب الناس. لا يزال احنا في موضوع ايش؟ الرب. فصلي. الصلاة هي ايش؟ الصلاة هي اهم ركن، وعبر التاريخ كله في البشرية كلها. ولذلك لما اجى بده يتحدث عن الكعبة شو قال؟ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. طب ليش وضع لايش؟ للصلاة. الدليل جعل الله الكعبة البيت الحرام بيت، مش هيك؟ وبعدين سمى المسجد الحرام، اذا هو بيت للسجود، واول بيت عبدت البشرية في الله من ايام ادم، او اذا من اول يوم في صلاة. الصلاة قانون لارتقاء في البشر، وهي يبدو انها سميت صلاة لانها هي لحظها اكثر عبادة بتجعل في صلة حقيقية مع الرب بممارستها. ولذلك اكثر ناس عندهم قوة الفكرة الاسلامية والحماسة نحو الفكرة الاسلامية والحمية اتجاهها هم الناس اللي يصلوا. مش هذا اللي بتلاحظوه انتو في الحياة اليومية؟ مش هدول هم اللي بيصلوا، خصوصا اذا بضيفوا للفروض نوافل، واذا بضيفوا قيام وتفاصيل تجد اشتد الامر والفكرة قويت. هذا موضوع تاني. لكن اذا بدك تصلي، لاحظوا اللي هي اهم شيء، لمين؟
لربك. واما النحر بتلاحظوا انه دوره في حياتنا مش كبير، يعني اصلا اللي بيحج مش مطلوب منه كفريضة انه ينحر اللي بحج، وانما اذا نوى في الحج مثلا في بنوي مفرد، في بنوي قارن، في بنوي متمتع. اللي بنوي مفرد مش مطلوب منه ينحر، اللي بنوي قارن ومتمتع مطلوب منه ينحر. بس كلمة حتى ينحر، كلمة ينحر بروح الذهن للإبل اكثر مما بروح للغنم والبقر، مش هيك؟ لانه النحر شو هو؟ النحر اذا بتلاحظوا بالنسبة للإبل تنحر نحر، والغنم تذبح ذبح، تنحر نحر الإبل والغنم تذبح ذبح. والمنطقة في آخر عنق الجمل، هذه المنطقة اللي عندنا احنا جورة، في آخر هذه المنطقة يبدو انها منطقة تجمع شرايين، لذلك هم لما بيطعنوا الجمل بيطعنوا في هذه المنطقة فتدفق الدم. وفي صور على الانترنت للي بده يشوف عمليات نحر إبل كيف بتتم العملية وكيف بضربوه في هذه المنطقة، مش بذبحوا ذبح. هو على فكرة ممكن ينذبح الجمل، في مجال لذبحه خلافا للسنة، يعني السنة في الجمل النحر، بس ممكن تذبحه انت في منطقة راسه، بس عشان رقبته طويلة بطلعش الدم بسلاسة، ولأنه المقصود في الذبح دايما انه يطلع الدم قدر الامكان، فبيكونش فيه سلاسة زي لما يضرب في هذه المنطقة اللي فيها تجمع وبدفق الدم، مش هيك؟ طيب اذا بتلاحظوا نحر الابل شو دوره في حياتنا، يعني قديش بنستخدمه احنا، قديش له دور في تربياتنا، بتجدوا وكأنه هون شو قال؟ اخذنا اعظم نسك فصلي لربك، كأنه بدك تكون دائما في كل أفعالك يقصد فيها التقرب لله دون غيره، بعيد عن الشرك، حتى في الصلاة اللي هي إيش أعظم شيء، وفي النحر اللي هي قد تبدو أقل شيء. شو أقل شيء؟ من ناحية أولا قديش بنفعلها في الحياة، قديش بتأثر فينا في البناء. مثلا الصيام، أنتوا بتصوموا شهر كل سنة، هذا غير النوافل الصيام، فتأثير الصيام مستمر. الصلاة يومي مش مرة، خمس مرات غير النوافل، تمام؟ غير القيام. ايش في كمان؟ الزكاة كل سنة مرة، كل سنة مرة في الزكاة، طيب ممتاز. لكن النحر اكثر الناس بتمضي عليهم بجوز طول حياته ما، فكأنه بده يقول لك لاحظوها في تقربك الى الله، سواء كنت بتصلي شوف او بتتقرب اله بنسك النحر في حج او عمرة او وحتى في الحج مش مفروض عليك اذا بتنوي منفرد، كأنه بده يقول لك في الكثير والقليل دائما لازم يكون كله لمين، لانه مرات بستصغر، يعني مثلا ممكن الكبيرة الصلاة لله والصغيرة يعملوها يشركوا فيها، لا، سواء كنت بتفعل الكبير او الكثير او القليل كله بتقول فصلي لربك وانحل لربك. اذا هي على فكرة تصحيح عقيدة منع لوجود الشرك والمشاركة في اي نسك تفعله انت، سواء كانت مناسك تتعلق بصلاة او مناسك تتعلق ب يعني زي عمرة وحج ونحر. ولذلك بعض العلماء قال هذا بيلتقي مع قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، إذا كان النسك هون إيش معناته، إذا صلاتك ونسكك لله معناته ما بينهن برضو كله لله، إذا الكثير والقليل إذا صح التعبير كله لله، صغيره وكبيره وصغيره، إذا ما بينها بشيك، فصلي أما ما سوى ذلك من معاني وانحر أنا الحقيقة ما برتحلهاش. يعني العلماء في بعضهم شو قال؟ أجا قال انحر يعني عندما تصلي اتجه لربك واجتهد، على اعتبار أنه الإنسان لما بده يجتهد في الاستقبال يجعل نحره في مواجهة الشيء، فقالوا هاي معنى انحر.
انحر يعني اجتهد في عبادتك في توجهك نحو الله، لأنه أنت لما بدك تتوجه مثلا نحو شخص وبدك تحكي معاه تماما بتكون داير ظهرك ولا بتوجه كل حالك ونحرك إله، دليل الاهتمام ودليل صدق التوجه، مش هيك؟ في بعض العلماء فهم وانحر بهذا الشكل، يعني خلي توجهك إلى الله سبحانه وتعالى توجه كامل فيش فيه أي نقص. وينتا بيكون اتجاه كامل؟ لما بيكون نحري قباله. هاي بعض المعاني لقضية فصلي لربك وانحر، يعني اجتهد في اجتهد في ايش؟ الإخلاص له، اجتهد في الإخلاص له. إذا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.